جاني سؤال حلو قوي قوي، شفته بسيط وحضرتك ممكن تشوفه بسيط، بس لما جيت ادور عليه لقيت فعلا اي واحد بيزرع محتاج لازم يعرف المعلومة اللي انا سألت فيها دي. اخو حبيب من المتابعين، لو حضراتكم بتابعوا التعليقات هتشوفوا، قال انا بدأت زراعة عندي على السطح بس مش عارف الادوات اللي انا جاهزها عندي عشان اعمل زراعة زي ما حضرتك عامل كده او زي ما انت زارع بشكل كويس. ايه الحاجات اللي اشتريها؟ ايه الحاجات اللي اوفرها؟ ايه الحاجات اللي انا هستخدمها اثناء عملية الزراعة عشان احقق النجاح بشكل كامل يعني؟ بفضل الله نبدأ كما تعودنا دائما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اهلا بحضراتكم في فيديو ان شاء الله رب العالمين هيكون محتوى مهم لحضراتكم في حاجة، ان انت لو بادئ زراعة معايا دلوقتي من الناس اللي بادئين زراعة، او لو الناس اللي بيزرعهم وما عندهاش الحاجات اللي انا هتكلم عليها ديت، ان شاء الله في وجودها معاك على السطح هتقدر تنجح بشكل ممتاز في زراعتك. هكلمكم النهاردة باختصار عن الادوات او مجموعة الادوات اللي هم طبعا كتير على قدر المستطاع حضرتك توفرهم لنفسك عشان تقدر تنجح في الزراعة بشكل كويس وتقدر تحقق نسبة كويس. توكلنا على الله، توكلنا على الله، صلى على الحبيب يا سيدي وقلبك يتوب ان شاء الله بعدها باذن الله. طيب بص يا سيدي، ان شاء الله رب العالمين برضك زي ما قلنا يا جماعة ان انت دايما ما تنسوناش ان انتوا تشيروا الفيديو لو عجبكم المحتوى ده، ولو اللي ما اشتركش ان شاء الله يشترك معنا، اشوف حاجات جديدة ومفيدة دايما دايما بشكل مستمر بفضل الله. بص صلى على الحبيب يا سيدي عشان قلبك يطيب للمرة الثانية والثالثة معاك. بالنسبة لزراعة الأسطح يا جماعة تختلف عن الزراعات اللي بتبقى في الأراضي المفتوحة. حضرتك محتاج إيه عشان تنجح في زراعة السطح زي ما أنت شايف، زي ما أنت حضرتك شايف كده. محتاج أدوات، عد معايا وسجلهم عشان أنت هتستخدمهم في حياتك. بص يا سيدي، أول حاجة أنا عايز حضرتك دايما هيبقى عندك حاجة زي دي كده. اللي مش عنده هيحاول يشتري واحده من دي اكيد اكيد. هتعمل بيها ايه؟ دي وسيله تقليب التربه اللي انت هتشتغل بيها، لو عندك احواض هتقلب بيها. يبقى دي اول حاجه عشان نختصر المفيد، اسمها عواقه، اسمها فاس صغيره زي ما حضرتك تشوف استخدمها. تاني حاجه، لما حضرتك زرعت الثوم معايا وهتزرع ثوم معايا، محتاج عندك في تقليع الثوم محتاج ان انت لازم يكون معاك حاجه اسمها مسمار. المسمار ده حاجه زي الاجنه دي كده، حضرتك بتبقى متبططه من هنا، دي بتستخدم في تقليع التوم عشان تطلع الرؤوس كويسه ما تشدهاش وتقطعها. انا بقول لك الخبره اللي مريت بيها في حياتي في الزراعه، اذا كان في ارضنا المفتوحه او لما سنين الزراعه اللي عندي. حضرتك لازم يكون عندك في السطح بتاعك علب زي دي كده، علب زي دي على طول. هتجيبها منين وانت حضرتك ماشي في اي كافيه، في اي واحد بتاع خرده بيبيعوا العلب دي؟ ليه بقى العلب دي؟ لما تيجي تعمل يا سيدي عمليه اكسار وتجيب منجايه وتعمل زي ما احنا عملنا، بص حضرتك اهي منجايه عاملينها في العلبه اللي وريتها لحضراتكم وتخرمها زي ما انا عملت، يبقى انت محتاج علب زي دي تبقى عندك على السطح ده. طبعا بالاضافه لان التربه اللي انت لازم دي تكون موفرها، ولو حضرتك مش عندك تربه اقرب مكان ليك ان شاء الله تجيب منه تربه، وارجع لفيديوهاتنا هتشوف خلط التربه بشكل جيد اللي يدي لك النمو الرائع للنبات. بعد كده حضرتك محتاج حاجة مهمة جدا عشان ما نعورش ايدينا، ايدينا حضرتك بيشتغل بايدي في جوانتيات، بس انا بشتغل بحاجة ما بتخليش ايدي تتعور ولا اي حاجة خالص. جايب حاجة كوريك زي ايدي كده، كوريك بحتاجه معايا في عمليات التعبية بتاعة التراب عشان اعبي. وبفكركم برضك يا جماعة لو الكلام اللي احنا بنقوله انت شايفه ان هو بسيط بس بيفيد جدا جدا الناس اللي بادئة في زراعتها، وده من الفيديوهات المهمة لحضرتك عشان تجهز الحاجات دي. ما تيجي تزرع ما تقعدش تفكر وتقول انا عايز ايه انا عايز ايه انا عايز ايه، هريح واوفر عليك. يبقى انت عايز اداه زي دي، لو اختصرت وجبت فيها حاجه تانية اصغر منها هي، بص حضرتك بتعبي بيها التراب لو انت بتزرع شتلات جديده، لو انت بتملا احواض، الحاجات دي لازم تكون عندك، لازم تكون عندك. لو بتعبي بشكل اكبر شويه زي ما انا بعمل البراميل لحضراتكم الكبيره عندك، شوفوا حضراتكم يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، انا موفر عندي كل الادوات لحد الكوليك اهوت. ايده كانت اتكسرت وركبت له اللي ايده كسرت عنده، لو عنده واحد عنده مشط زي ده كسر انا عملت فيه ماسوره بتاعت ستاير. يعني انت حضرتك ممكن تعمل كوريك زي ده، لو انت عايز تزرع هات لك كوريك زي ده واعمل. تمام يا سيدي؟ تمام.
يبقى احنا قلنا على الادوات دي. هقول لك حاجه بسيطه خالص، لو انت عند حضرتك ازايز زي دي كده وبتشوفها ما ترميهاش. ليه بقى؟ الازايز ديت يعني هقول لك ايه ثروه بالنسبه لنا. الازايز الصغيره دي ليه بقى؟ حضرتك بتقصها لي وبتعملها لي بالشكل ده كده زي ما انت شايف، وبتستخدم ك زي اواني لزراعه الاشتال الجديده. يبقى بدل ما تروح تشتري اكياس والاكياس بتقطع بسهوله وبتبقى استخدامها يعني سيء، دي اقوى كتير واستخدامها كويس. وحتى لما تستخدمها ما ترميش الجزء الباقي بتاعها ده اللي انت بتقطعه، لان انت هتستخدمه في عمليات زراعه. لو انت رجعت الفيديوهات هتلاقي الجزء ده اهو بتستخدمه في عمليات زراعه. وريكم حضراتكم لو انتوا شفتوا اهوت، ده استخدامنا ليها في الزراعه اهي زي ما حضراتكم شايفين اهي. دي الازايز المتقطعه اهي، عملنا لها فيديو حضراتكم اللي عايز يشوفه يرجع هيشوف. تمام. وبالنسبه للشوال التانيين الصغير اهو يا جماعه، اهوت الازايز زي ما انا بوري لحضراتكم الدليل اهو، مزروع فيها باشون فروت ومن فضل الله نجح. والكوبايه الصغيره ديت بتاعت الميه اللي انت بتشتريها بلاستيك بردك هاتها وخليها عندك، او انت استخدمتها ما ترميهاش، هتستخدمها في زراعه اشتال جديده رائعه. تمام. صليت على الحبيب يا سيدي صلى الله عليه وسلم. لما يكون عندك ازايز كبيره زي دي او وقع في ايدك، او حضرتك بتروح تصيف في مصايف وتلاقي ناس كتير بتخلص منها، عبي شكاره وهاتها معاك، والله العظيم هتفيدك جدا. ليه بقى؟ بص حضراتكم انا قطعها اهيت، دي ازازه ثانيه كانت مقطوعه، وحضراتكم بتستخدم ديت في التجربه اللي انا وريتها لكم المره اللي فاتت اهيت اهي. ازازه خيبه خالص بتترمى، الناس كلها بترميها، وانا عملت فيها 7 خاصيات بطريقه بسيطه، مش هتكلفك اي حاجه خالص، واي حبه تربه زرعتيها. حلو كده؟ تمام. ربنا بس يذكرني وما انساش اي حاجه. حضرتك لما يكون عندك جيركن زي ده كده 5 لتر بتاع منظفات، هتقولي وانا هعمل لك فيديو مخصوص عن تصنيعه، هتفتحوا لي بالجزء ده كده بسكينه، الجزء ده اللي فوق الايد اهو، جزء مفتوح اهوت، بمقص بقطر بسكينه بمكوه لحام براحتك، وهتخرم لي الغطاء بمسمار بمكوه لحام، وهيستخدم كرشاش للري. بص حضراتكم اهو كرشاش للزرع، تروبه براحتك اهو في اي مكان، بدل ما تروح تشتري رشاشه بفلوس الفلوس. يبقى انا وفرت على نفسي شراء رشاش. لازم اما تيجي تروي عمليه الغمر لازم يكون عندك جرأة زي ده كده ايا كان حجمه، عشان بتروي ري الغمر ده للرش، فلازم يكون عندك جرأة زي ده جاهزه وخليه عندك. حاجات صغيره بس ايه مهمه جدا للي عايز ده. طيب هوريكم كمان حاجه، بص حضرتك دايما يبقى عندك جرادل زي دي، ومش كله تزرع فيه. ليه بقى؟ الجرادل دي حضرتك لما تيجي تعمل علفه تسميد، يعني ايه علفه تسميد؟ يعني لما تكون عايز تجهز سماد لازم يكون عندك جردل زي ده بغطاء كده زي ما حضرتك شايف، عشان هتقفل. هتلاقي حضراتكم ان انا كنت عامل لحضراتكم فيديو قبل كده عن التسميد ب الاوليفيرا اهو، حضراتكم هتشوفوه، اتمنى ان تكونوا شايفينه عن قرب، في جواه اوليفيرا اهيت، وانا عامل منها سماد نقعه عشان هاخده اسمد بيه. لازم يكون عندك مقفول طبعا ومش متخرم من تحت. احط المنجايه مكانها عشان المنجايه اتحطت مكانها هنا، كل حاجه مكانها دي. طيب يبقى ان حضرتك عندك حاجه مهمه جدا لازم تكون متوفره عندك على السطح، عندك حضرتك اللي يريحك بقى من دوم، اي بخاخه من دوم، اي بخاخه من دوم حضرتك لازم توفر لي واحده من الاثنين دوم. لازم. ليه بقى؟ للري الرش ورش السماد الورقي، السماد الورقي على النباتات. اذا كنت حضرتك بتعمل سواد ورقي باستخدام الخميره او باستخدام ان بي كي عالي البوتاسيوم او عالي الفوسفور في اوقات، فلازم تكون عندك رشاشات من دي. في عندي رشاشات باحجام اكبر من كده كتير بستخدمها. ويبقى ان حضرتك في على سطحك لازم توفر حاجه، بس كده هوريها لكم. يبقى خلي عندك شكاره زي ده يا جماعه، انا عندي هناك هوريها لكم دلوقتي في عمليات السميد وانتم شفتوها. خلي عندك شكاره فاضيه زي دي بتترمى، ودايما لما تقطف ورق او تلاقي ورق على السطح ما ترموهوش. عبي في الشكاره ده وسيبه هينشف على بعضه، وحط فوقه حبه تراب، حط فوقه حبه رمل، حط فوقه حبه تراب، حبه رمل، وبعدين اضافه خميره صغيره، هيطلع لك كومبوست رائع، وهيطلع لك تربه بيتموس عاليه جدا فيها العناصر الغذائيه، اخلطها مع التراب وازرع بيها احلى زرع. تمام؟ اتمنى ان تكونوا حضراتكم شايفين اللي احنا بنعمله.
وحضراتكم تستفادوا من الكلام اللي احنا بنقوله عشان تحقق النجاح. يبقى ان حضرتك محتاج بردك بعض الاليات اللي هتساعدك على نجاحك على السطح. ان شاء الله رب العالمين هنفرد وقت اكبر شويه للحاجات دي ان شاء الله، واوري حضراتكم اكتر وبالتفصيل، بس مختصرا مفيدا بقول باختصار وبالافاده يا جماعه، ان انت محتاج ان انت توفر عندك براميل زي دي. على فكره البراميل ده انا مش زارع فيها، انا ساندها بس عامل عليها زرع عشان اعمل عليها الكروم. احتاج حضرتك لو انت حابب تعمل منظر زي ده، هتجيب حبه خشب وتحط المنظر اللي حضرتك شايفه ده عشان تزرع. تمام، اتمنى ان تكون حضراتكم بس لميتم بالاليات او بالحاجات اللي انت محتاجها في الزراعه. شوفوا حضراتكم دايما انا بسيب عندي ميه متخزنه عندي، زي ما انا قلت ما بروش بقى على طول. ممكن وانت ماشي هات لك فيلا زي ديت، بتحتاج بتتباع في المشاتل، اي مشتل تلاقيه بتاع خضروات وهاتها عندك خزن فيها الخضروات زي ما انت حضرتك شايف. اتمنى تكون حضرتك استفدت من الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، وحسيت ان انت دلوقتي متمكن من ادواتك اللي هتزرع بيها. حتى لو الفيديو ده يا جماعه اخواتي اللي بيزرعوا من زمان ما هواش ذو جدوى شديده بالنسبه لهم، لا هو ذو جدوى للناس اللي بدأت زراعتها وعايزه تكون عارفه الادوات اللي بتزرع بيها، وما تقعدش تدور تتفاجئ ان انت محتاج الحاجه ديت وما حدش قال لك عليها. انا قلت لك عليها. لو عجبك الفيديو، انا احمد وحشيش في قناتي ارضنا على سطحنا، يشرفني ويسعدني ان حضرتك تشترك معايا. ان شاء الله تشوف حاجات جديده ومفيده باستمرار. ولو عجبكم الفيديو يا جماعه شيروه عشان اللي بيزرع يستفاد، وادعمونا باللايك عشان نوصل المحتوى اللي حضراتكم بتشوفوه ده للناس اللي حابين زراعه الاسطح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.